الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قراءة صحتي ذكرتني بتاريخ الإنسانية أخر، وهو يقرأ قوله تعالى من كلام إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإبراهيم يعتبر أبا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونوح من قبله يعتبر آدم الثاني، لأن مجموعة الآدميين اللي كانت موجودة لغاية سيدنا نوح الله تعالى أخرق أهلكهم جميعا بالطوفان، أغرقهم، ولم ينجي إلا نوحا ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، يعني بعد 1000 سنة إلا 50، قبل 60 وتنمش. الحقيقة حين يتذكر أي مسلم من خلال آيات الله تعالى والنظر في القرآن الكريم، حين يتذكر مواكب المؤمنين في تاريخ الإنسانية يشعر بكثير من الأسى والأسف والحسرة. ليه؟ كل نبي من دول مضطهد. نوح هو أول رسول كانت دعوته مفتوحة أكثر، وفعلا أرسل إلى قومه من أجل تنحيتهم عن عبادة غير الله تعالى، ومع ذلك يسخر منه ويهزأ به ويمنع أولادهم من الجلوس معه، ويشيعون من حوله الشائعات حتى تمر 50,000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه أحد إلا العدد القليل. فإن إبراهيم يحمل رسالته فيعرضها على أرض العراق وأهل العراق في الوقت ده، فيأبون أن يقبلوها، ثم يقررون إحراقه بالنار، وتفشل فكرتهم بعد أن أنزاه الله من النار، ويقول إني ذاهب إلى رب سيهدين، ويأخذ نفسه وينزل على فلسطين. فما لقاه من رفض في العراق لقاه مثله في فلسطين، فيأخذ نفسه برضه ومراته وينزل على مصر، فيجد نفس الخط، ما لقاه في العراق وفي فلسطين يلقاه في مصر. ويحاول الملك حينئذ أن يغتصب زوجته فينجيها الله تعالى بمعجزة كما تعلم. بعدين يخرج ويطلع يرجع ثاني إلى فلسطين، ويؤمر أن يأخذ هاجر ويذهب بها إلى الجزيرة العربية أرض الحجاز في شبه الجزيرة، ويأخذ امرأة مؤمنة واحدة يطرفها في هذه الصحراء. امرأة مؤمنة هتكون بدور من أدوار الإيمان،
وكأن كل الذين كتب عليه أن يقوموا للإيمان بدور كتب عليهم أيضا أن يكونوا فرادا وأن يروا الألم والنصب والتعب الكثير والجهد المضني في هذه الحياة. حتى هذا المرأة المؤمنة يترك إبراهيم وحدها وليس معها سوى وليدها الرضيع وما يملك إلا أن يدعو الله تعالى بدعوات استجابها الله تعالى بعدها. كل المرأة دي بتترك في المكان ده ليه؟ لأنها هتقوم بدور. ايه الدور؟ الأرض دي هتعمر وتعمر ببداية الإيمان. طب ده محمد اللي هيجي من ذرية إسماعيل هيجي بعد كده بحوالي أكثر من 15,000 سنة. الآية تزرع النبتة اليوم وبعد 15,000 سنة يجي منها محمد. طب وانت مالك؟ حكمة الله كده. المرأة تبقى هي وإسماعيل ويكرم الله أمرها وشأنها فكل مكان وطئته قدمها المسلمون حين يحجون يمشون وراءها ويطؤون في الأماكن التي وطئت ويسعون سعيها ويهرولون مثلها. ليه؟ تكريما لتاريخ هذه المرأة. بعد كده إبراهيم برضه لوحده ومعه إسماعيل يؤمر ببناء الكعبة. مين يأمر ببناء الكعبة؟ هذا الولد الصغير وهذا الشيخ الكبير، هذان فقط يبنوا الكعبة اللي احنا بنشوف طولها ارتفاعها قد ايه، وبعدين العرض لكل ضلع قد ايه، من 10 ل 12 ذراع. يا جماعة دي عملية نقل الأحجار الضخمة. قال له ابنه بس. طب ما هو موجود هناك ناس في الوقت ده كانوا جمل فبلا بدورهم وجدوا، ليه ما استعنت بيهم إبراهيم؟ قال لأن هذا البيت قرر الله وقدر ألا يبنيه إلا مؤمن طاهر من جميع الآفات، ويقعد الاثنين يبنوا فيه، يبنوا في سنة في اثنين في أقل في أكثر، لكن الملائكة كانت تساعد وتناول، والحجر كان ينزل بإذن الله ويرتفع بإذن الله، وعليه سيدنا إسماعيل يجيب الأحجار وسيدنا إبراهيم يرص الأحجار. كيف؟ الله أعلم. لكن عشان ندرك أن المؤمن دائما في كل عمل في كل زمن هو يبني للحق طريقة ويثبت للحق أركان. المؤمن الواحد ويصل أو يكون سبب في وصل نور السماء بالأرض ونزول الملائكة إليه. المؤمن بيكون سبب في هذه الرحمات كلها، وهو مؤمن واحد بيقوم بهذا الدور علشان ما نحتقرش نفسنا. كل رسول جاء وحده ودعا وحده، وأكثر الرسل أو كل الرسل هاجروا من قومهم بعد أن يئسوا منهم ولم تقبل دعوتهم. هاجروا
أو كرز، فمطاردة المؤمن طبيعة البشر وطبيعة الديانة وطبيعة أثر الإيمان. لذلك أنا بقول لكم اللي عاوز يبقى مؤمن ويعيش مرصف يبقى غلطان، عايز يبقى مؤمن ويعيش مدلل يبقى فهم الإسلام غلط، عايز يبقى مؤمن ويتمتع بالحياة كما يتمتع الكفار يبقى غلطان. انت عاوز تبقى مؤمن يعني ايه؟ يعني ايه مؤمن؟ يعني انسان تجابه المجتمع باخطائه، على الاقل انت لا تجاري المجتمع في الاخطاء. افرض انك لا تقدر ان تمنع المجتمع لكن لا تجاريه، لا تسايره. الناس بتطلع عريانة، انت زوجتك طالعة لك ولا بد تعمل كده، بنتك طالعة لك ولا بد تعمل كده، امك تطلع محتفل ولا بد تعمل كده، والا فصلاة حضرتك وصيامك وزكاتك مش هترفع عنك عذاب الله يوم القيامة. اذا كنت انت تعتبر العبادة تكسر مآسي المجتمع، ده مآسي المجتمع كثيرة جدا، وليس مجتمع زمننا وحده، ان المجتمع في كل زمن كما علمتم النبي بيقعد يجل كل امته اللي فيها الالاف او الملايين لا يؤمن معه الا واحد او اثنين او ثلاثة او ستة، وبيقعد الف سنة وبيطلع كما علمتم. اذا هذا يدل على ان اصحاب الدعوات لابد وان يجدوا المشقات، وان كانوا صادقين لابد وان يتحملوها كلها. في النهايه ربنا يكرمهم ويعزهم وينصرهم. ثانيا، يجب ان ندرك ان اي مؤمن حين يصدق مع الله لا ينتظر الجزاء، اي جزاء في الدنيا. ان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لاخر لحظه كان في المعارك ضد الكافرين، ما هدا ولا سكن، والاخر لحظه كان المنافقون يتربصون به ويكيدون له وهم ياكلون على مائدته ويتمتعون بالغنائم التي تأتي عن طريقه ويعيشون في الأمن والسعادة التي وصلت إليها حالة النبي، ومع ذلك يتربصون به ليقتلوه. انت عارفين آخر غزوة كانت غزوة ايه؟ فاكرينها؟ غزوة ايه يا اخوانا؟ غزوة تبوك، كل حاجة منسية. غزوة تبوك، لما ترجع لغزوة تبوك وتقرأ مؤامرات المنافقين، كل وهو جاي من المعركة وهو راجع قرر المنافقون قتله وأنجاه الله وأعلمه بالأمر. وفي المدينة كان هناك كمين في مسجد ضرار يراد منه جلب الجيوش او الجنود سرا، جنود الاعداء، حتى اذا اكتمل العدد المطلوب قاموا بالليل فقضوا على الرسول والمقربين معه. شوف ده الكلام ده سنة 9 من الهجرة، يعني هو مات سنة 10 عليه الصلاة والسلام، يعني قرب آخر حياته بعد اللي عمله ده كله، ونزول القرآن ونزول الملائكة والناس، وفي آخر لحظة بيقرر قتله، وده رسول ومعاه الملائكة وكل العالم شهد له
لكن يجب أن ندرك أن الباطل لا ينام أهله أبدا، وهم دائما كفر، دائما كثيرون، ودائما يقظون، لأن شهواتهم بتدفعهم أنهم يحاربوا الحق. على كده يجب المؤمن يدرك هذه المعاني، وبالتالي يبقى ما يكفيش ان انا اسمع المحاضرة واتكافف كده، اذا ما كناش نخطو خطوات الى الامام وندعي غيرنا ونضم للاسلام، هنترك فرصة لاعداء الاسلام انهم باستمرار يسحقونا ويقضوا علينا. وانا قلت لك يا اخو قبل كده ان ارض الاسلام النهارده اليوم بالذات جميع بلاد الاسلام كل رجل حر فيها له صوت اسلامي شجاع قضي عليه، وكل جماعه اسلاميه حره لها صوت اسلامي قضي عليها. كان قضي عليها يعني مسحوها من وجود، ليس هذا هو المطلوب، لكن عطلت حركتها ومنعت من اداء واجبها. ابحث من اقصى المشرق الى اقصى المغرب وجبت لي بلد فيه واحد او فيه جماعة قائمة للعمل الاسلام النهاردة، اقول لك والله ده حق. لما كان موجود في البلاد الاسلامية كان موجود احتلال انجليزي واحتلال فرنساوي واحتلال ايطالي واحتلال هولندي، كما كان في اندونيسيا في ايام الاحتلال من الدول الصليبية، كان كل بلد اسلامي في جماعة اسلامية او جمعية او حزب او هيئة، وكانوا بيشتغلوا علنا وبيشتغلوا سر وبيقوموا بدور كبير جدا. وتقريبا كل الاحزاب والهيئات والجماعات الإسلامية نشأت أثناء وجود احتلال الصليبية لبلاد الإسلام، وكلها وعدت وقضي عليها أثناء تزعم الزعماء المستوردين والمجلوبين والحاكمين باسم الوطنية لبلاده. مسائل ماهي بسيطة، يعني ما يصحش ان الامور تجيب عنها. انا شخصيا بحس ان في مؤامرة من اكثر المؤامرات بتشتغل النهاردة. احنا طبعا هدأنا المفاوضات بتشتغل الخطوة خطوة ولا خطوة سنة، ما سيبهم يشتغل اللي يشتغلوه، لكن الإسلام في ذلك كله هو المذكور وهو الذي سيوأد ويقتل آخر إنسان فيه، إنسان حر مسلم. لأن النهاردة اتفقوا الاثنين اتجوزوا بعض أمريكا وروسيا، واتفقوا على توجيبنا على تصليحنا، رأوا إن الثورة والمعركة بتجمعنا، بنحب بعض، بنمنع البترول، بنقول الله أكبر،
بنعبر القناة. إذن طبق الفيلسوف الفرنسي اللي قال لهم منذ أكثر من 200 سنة احذروا العملاق الأسمر، يعني رجال الإسلام احذروه، فإنه إن استيقظ مرة أخرى فلن يبقي على أي دولة في أوروبا. فهم بيخلصوا علينا أول بأول، لأن السبة بتجيبنا قوة وصلابة واتحاد. بلاش سبة، افتح الباب الحلو، خد فلوس ومع الفلوس بنات ومع البنات خمور، وهاتوا أولادكم ربهم لكم، خد بالك مني، هاتوا أولادكم ربهم لكم، وخدوا خبراء ما يربوكم من عندكم، وغيروا بقى مناهج الدراسة، وغيروا مناهج الجامعات، وتقدموا كده، تقدموا شوفوا احنا طلعنا للقمر، عايزينكم تطلعوا للقمر. ده كلام، ولما يجوا يساعدونا عايزيننا نتفضل تحت الارض مش نطلع القمر، مش هتحصل. اذن نحن الان على مبدا اكرم عبدك يسجد لك، العبد بتاعك تكرمه يظل يخضع ويخضع ويخضع، وكل ما تديله يسجد لك اكثر. يبقى بس عشان ما يفكرش انك ظالم، ما يفكرش انك ان هو مملوك لك، ما يفكرش انه ان كل تفكيراته تضيع ما دمت بتشغله بالشهوة وبالفلوس وبالافلام، وبتشغله بالمسارح وبالبنات وبالمضاف وبالصورة دي. احنا مدفوعون. مبادئنا ايه؟ احنا بلاد اسلامية او عربية، ايه هي مبادئنا؟ مش عارفين. ما هي اهدافنا؟ مش عارفين. ما هي وسائلنا؟ مش عارفين. امال من اللي عارف؟ البلاد الكبيرة لما يجون الخبراء هيعرفونا. بس يبقى احنا بقى اللي امتنا كانت زمان خير امه. يا اخوة يظهر ان احنا كتب علينا ان احنا نظل الرايل وبول لغاية ما تيجي الضربات القاسية تخلص علينا. اسرائيل خدت اللي خدته. النهاردة لبنان فيها صور. عاوزين ايه؟ عاوزين اخرين يبقوا زي اسرائيل. انت عارفين مين اللي عاوز يعمل ارض له خاصة زي اسرائيل؟ والعملية اللي موجودة هناك دي اتحركت قبل كده في مصر. وانتوا فاكرين فتنة المسلمين والمسيحيين اللي حصلت من منذ 2 سنين اتحركت في مصر وبقوة، ومات فيها ناس وحرق فيها او اسعلت حرائق كثيرة، وكانت العملية ما نجحتش هناك لان مصر ما فيهاش طوائف كثيرة فيقدروا يخلصوا على الفتنة في 24 ساعة. لكن كان الغرض منها يومها مش بس إثارة المسيحية علشان نخلص عليها، لا، عشان يحصل اعتداء عليها فتيجي البلاد الأخرى تقول نحن جئنا لنحمي المسيحية في بلادها. أما نشوف الصورة دي نطلع شوية. أنتوا بلاد من حولنا، تدريس الإسلام في الجامعات ممنوع، تدريس نظرية كارل ماركس واجب، كتاب لينين واجب، تحويل
المذهب المالي او المذاهب المالية الى خضوعها لرأي الشيوعيين هو اللي ماشي. لما تسأل اولادكم في البلاد اللي من حولكم من كل ناحية بتدرسوا ايه؟ يقول لك بندرس شيوعية بحتة. طب والاسلام؟ قال لك في المسجد بيصلي لكن ممنوع الدرس في المسجد. واذا درست درس الوضوء والصلاة والصوم بس. انزلت ثاني يوم ما يلتقوكش. طب هتعملوا ايه؟ العلماء اللي عملوا اللي قالوا كلمة الحق رموهم بالطيارة، واللي قتلوهم ذبحوهم ذبح النعاج زي الغنم تمام ذبحوه. وده جنجنة. النهاردة بنتقسم علني وبيذبحونا علني. وبيحصل ازاي؟ اهو موجود عندكم في انزولة. امريكا تقول روسيا ابعدي لاما نصطدم انا وانت، وروسيا تقول لامريكا ابعدي والا انصدمت انا وانت. واهل البلاد لا، اهل البلاد دول شرفان بيقسموهم. اللي موجود في انزولة وغيرها هو ده اللي موجود في كل بلد غالبا سرا او علنا. طيب ما هو هنتكلم في البيع واحنا بنتباع. انا عمال اقرا في حد اشترى العدد 2000 وكذا من روز اليوسف. عبد الصفار الطويل جاي مسرحيه كل الاولاد السبان بالذات بيقروها لانها كلها مدون وجنس وكلام فارغ وحب، ودي كل السبان بيقروها. تشوف لما تيجي المسرحية وفيها ان واحد بيناقش الثاني في المسرحية، فبيقول له عندك فيل عن جريب برجمان، معرفش انا بنطق الصح ولا غلط، هو بالعربي كده عن جريب برجمان فبأي آلاء ربكم لا تكذبان. خد بالك جاب الآية بعد الكلمة دي. عم الولد الثاني قال له يا أخي عيب حرام أن تذكر اسم الله بجانب الممثلين أن تذكر اسم الله بجانب اسم الممثلين والممثلات. أم قال له لا، قال له أن تذكر آيات الله بجانب ذكر الممثلين والممثلات. فرد عليه الولد اللي بنفسه قال له الله من الله؟ الله مات من زمن بعيد، بل هو لم يمت، إننا قتلنا الله. بكل بساطة المجلة داخلة وقاعدة في الكويت تتباع وبيقراها السبان، ودي مسرحية أنا قلت لك هيقرأها كل الشباب. فلما يكون في عنده دين طبعا انا ما سمعتش حد انكر عليه انكرها، معناها ان قراءها من لا دين له. يبقى الشباب المتدين ما بيقراش، والشباب اللي غير متدين هو اللي قرا لان دي قصه تعجبه. يمكن الشباب المتدين ارقام من كل هذه الاشياء، لكن الثاني قرا هتعمل فيه ايه؟ دي تخليه يؤمن ولا يكفر؟ هيزبطه. وده معناه ان احنا راضيين عن الكلام ده. المسألة اذن خطيرة وماشية بهدوء جدا، وعمالة تكفر في اولادنا. واولادنا الاول مرة بدأوا يسألوا ويقولوا صحيح الله موجود؟ صحيح القرآن ده من عند ربنا؟ طب ايه الدليل انه من عند الله؟ طيب الكلام ده بيناقش. طب احنا لما نحب نرد عليه تقولوا لهم ايه؟ طب انتوا لو حبيتوا تردوا تقولوا ايه؟ انه من عند الله. انا متاكد
ان 99% منكم مش هيقدر يروح، مع انه لو راح اشترى الرسالة مع رسل الله وملائكته واليوم الاخر وتحضير الجن والارواح كان باب المعجزة هي ايه، وعرف المعجزة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام دي اثبتت ايه، ايه اللي اثبتته، وكان يقدر يرد. لكن احنا قلت لكم يا اخواننا احنا واخدين الامور ببساطة. طيب المطحنة دي بتطحن مين؟ ما هي بتطحن اولادنا وبتطحن بناتنا وبتطحن شبابنا وبيضيعوا منا بعد كده. اذا خطورة الموقف اذا كنا مؤمنين بصح توجب علينا ان احنا نتحرك في الدعوة الى الله في قراءة الكتب اللي تفهمنا اصل ديننا عشان ننافس على علم، في ان احنا ندعو ونظهر المثل الإسلامية، أخلاقنا تبقى مثل إسلامية، معاملاتنا تبقى مثل إسلامية، حياتنا تبقى مثل إسلامية، البيئة تبقى مثل إسلام. إذا عملنا كده ننجح، إذا ما عملناش كده هنقبل ونضمر على الإسلام إزاي يا أخوانا؟ هنضم لقافلة الكذابين والمنافقين، يبقى مصيبة كبيرة. وإحنا قاعدين في بيت الله وعمالين ندرس الاسلام وتعبانين وبنحاول ان احنا ننتقل من حاله الى حاله. طيب ارجو ان احنا ننتبه لهذا واكتفي. أرجو أن احنا ننتبه لهذا وأكتفي اليوم بهذه الكلمة، بس أرجو أن تطيعوها جدا. خش في البيع، أنا عايز أخلص البيع ده بسرعة، محاضرة كمان البيع هيخلص النهاردة إن شاء الله، ومحاضرة كمان نجيبها كان في القرض أو في نقطة البيع ونخلص معنا في موضوع الموضوع تسعير البضاعة من أجل إلزام الناس بسعر معين. هل التسعيرة جيدة ولا التسعيرة حرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام غلط الأسعار في المدينة فقالوا له سعر لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اجعل لكل سلعة سعر معين لا يزيد الناس عنه. فقال ان الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق، واني لارجو ان القى الله معنى الحديث وليس في رقبة مظلمة لأحد منهم، ولم يرضى أن يسعر. فالعلماء قالوا الأصل أننا لا نسعر من أجل هذا الحديث، لكن إذا كان عدم التسعير يصل إلى تضرر الناس وتغالي التجار وظلمهم للشعب حينئذ يصبح التسعير ضرورة من الضرورة، والله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. يبقى ده خلصنا من موضوع التسعير. موضوع ثاني اسمه وضع الجوائح. الجوائح يعني ايه؟ يعني حضرتك اشتريت من واحد بضاعة او اشتريت منه النخل اللي عنده الثمر اللي فيه او اشتريت العنب اللي موجود، وبعدين جات ريح شديدة او جات ايام حر قاسية فأفسدت البضاعة، مثل ما لو قام حريق فالتهم المحل،
اللي الراجل سر البضاعة فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نضع الزوائح، يعني أن المال اللي فسد وتلف عن طريق القضاء والقدر لا يصح أن البائع يطالب بثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الزوائح وقال بما يستحمل أحدكم مال أخيه. إذا يستحل مال أخيه يعني ما دام ده في مصيبة أنت هو ما خدش فيه وأنت تطلب منه فلوس على أي أساس؟ ده أخوك المسلم. ولذلك في الحديث المسلم أخو المسلم. فإذا كان الأمر بالشكل ده يبقى كثير من العلماء قالوا يحرم على البائع إذا حصلت مصيبة بالقضاء والقدر أن يأخذ ثمن هذه البضاعة التي أصيبت. وبعضهم قال لا مش يحرم، يكره فقط، لكن القول القوي أنه حرام، لأن الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه. عرفنا الجوائح أخرى هذه التسعيرة وعرفناها، والجوائح وعرفناها، في بيع خدناها قبل كده اللي هو يعتبر بيع حرام أو تدخل حرام، تدخل في البيع حرام، وهو اسمه النجس. النجس تكرين النجس خدناها احنا قبل كده. قلت لك انت تلقي عمك سحرور بناقص في البضاعة عمك كرفور، ليه صاحبنا كرفور وافق انه يبيع بعشر دنانير؟ كرفور ده صديقه، انت عايز يكسب اكتر، او اخوه. تقوم انت تدخل تقول انا عليا باثناشر دينار، انا اصلي ساهم سر البضاعة دي. يوم يضطر صاحبنا يقول طب عليا انا باثناشر ونص، تقول له طول ما انت شايفه يلين تقول عليا انا ب13 دينار، وقل طب انا هاخده ب14، تقوم انت تقول زي بعض بقى، قل انا ماليش نصيب. انت مش ناوي تشتري، انت بتزيد ولا تنوي الشراء. امال بتزيد ليه؟ علشان توقع صاحبك، بتعمل له مقلب. واضح المقلب ده اللي مش واضح؟ واضح. بتعمل مقلب لصاحبك، بتحفر له حفره. كمان الجماعه اللي بيساوموا لما يكون فيه مزايده او مناقصه، تعرفين المناقصه والمزايده، يقوموا يتفقوا مع بعض انهم ما يزودوش عن كذا، وعايزين يخففوا البضاعه. يبقى الاتفاق ده هيضر مين؟ صاحب البضاعه. ويمكن هم شويه يتامى، يبقى ده حرام ولا حلال؟ يبقى حرام. ولو علم الحاكم بالامر يبطل البيع، لان البيع ده لازم، سواء كان عن طريق ايقاف الزياده او عن طريقة المنقصة ينقص اكثر واكثر الى اخر. واضح؟ طيب، في بقى الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا حرم ان الواحد بيقسم النجس، انك بتزود ولا انت هتشتري. طب افرض انك بتزود وهتشتري، بتزود وهتستنى، بس البيع تنتم، يعني ايه؟ عمك سحرور مع عمك كرفور بيشتري، قال له بعنا بعشر دنانير، قال له موافق،
موافق يا بيان يبقى تم البيع. فجي واحد قال لهم انا اخدها ب 11، انا موافق اخدها ب 11. يبقى اللي قال يبقى بيبيع على بيع، بيشتري على سرى مين؟ على سرى اخيه، على ثانيه، على ثاني جره. ولو ده هياخد فعلا يبقى حلال ولا حرام؟ برضه حرام. خلاص اخوك خد انتهى، زي ما انت برضه زي السرى على سرى اخيه، ده اسمه السرى على سرى اخيه، زي البيع على بيع اخيه. ازاي بيع على بيع اخوه؟ قال لك انا برضه افرض ان كركور بيبيع لسحرور، جنب كركور ده واحد اسمه فرفور بيبيع راقب، لما راح سحرور يشتري فرفور قال له انا موافق بعشرة، ففرفور جنبه عفريت غمزله بعينه كده وعمل له كده، يعني انا ممكن بصباع الاثنين، يعني ممكن انقص لك دينارين، ممكن ابيع لك بناقص دينارين. فدول قال له هو البيع انتهى. قال له يا اخي ما تنقص شويه. قال له انت مش اشتريت خلاص؟ قال له ماني دافع. قال له كتير داهيه الشغله اياها دي. فراح لفت لفه كده وقال للثاني ده ما تبيع لي انت يا اخي. قال له بكام؟ انا بيع لك زي ما باع لك. قال له لا انا مش هشتري بكده، انا هشتري بثمانيه. قال له والله الله يسهل لك، امرنا لله بقى، ما اصلاح خلق عايز يقوت المرض. يبقى ده ضرب اخيه المسلم. شوف قد ايه الشرع حساس وبيبحث ورا اي نقطه ضرر لاي مسلم، ولو كان الضرر بعشره فلوس. قال ده يبقى حرام يدخله النار. كده ايوه، يبقى سواء كان يبيع على بيع اخيه زي الحاله الاخيره، او يشتري على سرى اخيه زي الحاله اللي انا ذكرتها اولا، او نجس يزيد في الثمن لكن مش عاوز يشتري، ده هو بس بيعملها كده عشان يضحك على الجدع ده ويخليه يقع. عرفنا دولة؟ طيب الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع وسلف. يعني ايه؟ قال لك عمك حرمتك بيبيع حاجة مثلا لعمك قرعة، قال له اسمع بيعني بيع مثلا بعشرين دينار. قال له لا ده غالية، هي انت فاكر بكام؟ جديا ثمنها على الأقل 30 دينار. 30 دينارا بالثمانين. قال له يا اخي بلاش، اللي انا ما عندي ولا اقدر اسجلك. قال له طب اقول لك على حاجه. قال له ايه؟ قال له ممكن ابيع لك ب20 بس بسعر. قال له ايه؟ قال له استلمتني السياره بتاعتك يومين اثنين بس، انا عندي مشوار عايز اقطعها. استلمتني السياره يومين، يبقى هو حياته مقابل ان دوك يسلفه. ده اسمه بيع. وايه دلوقتي؟ اسمه بيع وسلف. كانه بيعمل بيع، عقد بيع وعقد سلف في صفقه واحده. يبقى ده حلال ولا حرام؟ يبقى العقد صحيح ولا باطل؟ العقد باطل. اذا رضي انهم يخلوه بيع بس بدون سلف ممكن يمشي العقد، لكن بيع معاه سلف يبقى لك. كذلك بيع وشرط وشرطين رسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع وشرطين او عن شرطين في بيعه. ازاي؟ قال اشتري. قال له ايه؟ قال اشتري مني مثلا قطعه القماش دي
قال اشتريت هذا العب الست زمنية. قال له لا لا انا ما بشتريت ما بعلقش الا بثمن دنانير. قال له لا انا عمري ما اشتريها الا بثمن دنانير. انت عايزني اشتريها بثمن دنانير؟ قال له اه. قال له شوف بشرطين. الشرط الاول انك تفصلها جسديا. الشرط الثاني انك تخيطها بالجسد. الشرط الاول تفصلها تفصيل بس قطعها. الشرط الثاني انك تخيط واحدة منهم بالجسد. وانا اشتري منك بثمانية جنيه. يبقى دول بيع وشروط يصح ولا ما صحش؟ يبقى برضو البيع ده فاسد. حتى لو شرط واحد خارج عن اصل البيع يعني زايد عن اصل العقد. الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا نهى عن بيع السلعه قبل قبضها. ازاي؟ حضرتك رحت اشتريت من عمك عبد العزيز بلاش بقى سحرور وكركور دلوقتي، من عمك عبد العزيز 20 كيلو عيش. عيش يعني ايه؟ رز. فبعد ما اشتريت من عمك عبد العزيز 20 كيلو انت ما قبضتهمش لسه. فقابلك اخوك محمود عمال يلف يقول انا عمال ابحث عن كيلو رز عشان اشتريه الله يكون بنص دينار يا سنه. ليه؟ اصل الست النهارده عندها محشي ومصممه انها تحشي وبتبحث عن الملفوف ده، يعني عايزه تعمل ملفوف. ما انتوا بتسموا الحاجات دي ايه؟ ملفوف ولا محشي؟ ماشي يعني الكلام مفهوم. الله يبارك فيك. اصل حاجات الاكل دي انتوا تعرفوا فيها اكتر. فهو قال انا ببحث عن كيلو. قال له انا بعت لك، انا عندي 20 كيلو، انا بعت لك منهم 5 اشتري هات الفلوس. يبقى خد منه الفلوس. هو قبض من هناك ولا لسه؟ لم يقبض. هذا البيع باطل، وباطل باجماع العلماء. خليك معايا في دي بقى، لان احنا عندنا كثير جدا واقع في هذا. ليه؟ قال له طب ما يدريك ان عبد العزيز هيقبض ال 20 كيلو؟ ما يمكن على ما يروح يقبضهم يكون اللي باع له اتصرف فيه، يكونوا صاروا خصوصا انواع الاطعمه يسرع اليها التلف وفيها الطمع والناس بسرعه بتتصرف فيها. فقالوا ما دام الطعام بالذات جميع انواع الاطعمه اتفق العلماء كما قال في منهاج السنه على ان لا يجوز بيع الطعام قبل ان تقبضه انت. الاول تقبضه بعدين تبقى تبيعه، لكن انت لسه ما قبضتوش ولا حسوش عندك وتبيعه يبقى دي غلط. طب اذا كان ليس طعاما، الا غير الطعام فيه خلاف عند العلماء. بعضهم قال ان غير الطعام مثل الطعام تماما لا يجوز بيعه قبل قبضه، والبعض قال لا المسألة متسامح فيها. يعني ايه؟ يعني تشتريت مثلا اقمصة، تشتريت ملابس، تشتريت حبيب، اي حاجة، اشتريت سيارة لسه ما قبضتهاش وقبل ما تقبضها واحد قال لك اشتريت كام؟ قلت له 500، قال لك ادي 550.
بيع للسيارة، قلت له قبضني انا بعت لك وانت لسه ما قبضتش. اهي دي فيها خلاف. بعض العلماء يقول لا يجوز، والبعض يقول يجوز. اتفهمت؟ بيع الشيء قبل قبضه. الطعام متفق لا يجوز، وغير الطعام فيه خلاف. قولان دي حلوة قوي. او في قولان دي انت خلاص بقيت شيخ اصيل، لان الشيخ لما كل حتة المشايخ يقول لك قولان 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 على رأي واحد. هو ما بيعرف في الفقه. فقبل واحد بيقول له انا طلعت مواطن الثلاثة، قال له اتفق قولان. قال له قولان يعني ايه؟ قال له ما كل شيخ من يسأل على مسألة وانتهى قولان. اسمعنا بما بقاس قولان. قال له اطلب يا قولان. قال له طب قول ايه؟ قال له ما تسأليش انا بقى، راح اسأل مشايخ. انا بقول لك طب قولان وبس. فالله يكرمه قال فيها قولان، يعني جت على طول سريعة البديهة. يبقى دي حتة. كمان الرسول عليه السلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام. قال اذا ابتعت تكتل واذا بعت تكتل. يعني ايه؟ بعملية تدقيق في المعاملة. يعني لما تشتري شيء الاوزن عشان تعرف السلعة دي كم كيلو، وتبقى فاهم انك لو ظلمت. ولا بعت الطعام الا اللي اشتريته ده، مش تقول انا سارق 20 كيلو بعتهم لك يا راجل استلم ومع السلامة. ما يمكن الست لطفت منهم 2 كيلو، ما يمكن وقع منك في الطريق كيلو ولا كيلو نص. يبقى يقول الشرع لما تشتري الطعام او تشتري اي شيء تأكد منه، تأكد من كيله او وزنه او عدده، ما دام هو بيتكيل او يوزن او يعد. ولما تيجي تبيعه ما تبيعوش على حساب الكلام القديم، انما بيعه على حساب جديد. طب الكلام ده في الحاجات اللي ممكن تتغير. طب افرض ان انا رحت اشتريت علب جاهزة، هذه علب المعلبات فيها معلبات بالخضر وعلب فيها فاكهة وعلب فيها عصير. طب انا رحت اشتريت ديا من عندي من الجمعية وجيت بعتها، قلت له انا اشتريت كم علبة، ده هيتوزن ولا بيتعد؟ ده بيتعد. فانت فقط توريهم له وتديله بالعد، انا جبت 100 علبه، يبقى خلاص اتفضل بالتكلفه. يبقى عرفنا النقطه دي. ايضا الامور اللي تختلف ممكن تتغير لما انت تيجي تبيعها عن لما اشتريتها، يبقى عليك انك تكيلها او توزنها او تعدها. طيب يا سيدي، الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع العينة. خدوا بالكم بقى دي اخر حاجة، دي بس صعبة اوي اوي اوي. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر، واشتغلتم بالبهائم والزراعه، وتركتم الجهاد في سبيل الله، انزل الله عليكم بلاء فلا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ايه الحديث؟ صححه بعضهم وضعفه البعض. المهم عندنا العينة. قال لك العينة دي احنا مضطرين نرجع لعم الشحرور وكركور، دول مهمين جدا النهارده.
عمك سحرور عايز السر، وراجل مثلث ما معاش فلوس كتير وعنده مشكلة، فقال لعم كركور ما تبيعني بقى شوية العيش دولة او بيعني البضاعة، قال له بعت لك بكام؟ قال له بعتها لك بألف دينار. قال له انا منعيش فلوس. قال له يقضيك كم شهر تتأخر؟ قال له سنة. قال له موافق، انت راجل صادق، انت صحيح سحرور لكن صادق. بعد ما استلم البضاعة قال له انت عارف البضاعة دي زين وطلع من عيني، ما تبيعها لي، مش انت هتبيعها؟ بيعها لي يا راجل. قال له اشتري. قال له بس انا هقدرك الفلوس. قال له زين اشتري. قال له 800 دينار. قال له الله يكرمك، خد يا اخويا خد خد، وما ناخد 800 دول على مسمور السنه كنت اجرت بيهم وعملت حاجات كثيره قوي. يروح يلاطش 800. يبقى الصورة صورة بيع، والحقيقة مثلثه 1000 دينار، مثلثه 800 وخد وهياخد منه 1000 مقابل انه متأخر سنة. اتفهم البيع ولا لساتهم باين عليها؟ لساتهم في حاجات بتبقى تشخصخ كده في المخ. الكلام ده موجود في السعودية بكثرة، ومش عارف في عمان، ومش عارف في درابوك، في حاجات كتيرة قالوا لي انهم بيشتغلوا بها باستمرار، تحايل على الربا. ما عرفت الكلام ده صح ولا لا، الروايات بلغتني لسه. فيه ثاني، خد عمك سحرور وكركور، سحرور اشترى البضاعة بعشر دنانير لاخر السنة هيسدد الفلوس بألف دينار، هيسددهم في اخر السنة يعني مدة ثباتهم سنة. بعد ما استلم البضاعة فحبنا كركور قال له تعرفش تبيعها لي وانا هسلمك الفلوس فورا. قال له ابيع يا اخويا، اتفضل اشتري. قال له 800. قال له كتر خيرك، راح مديله 800 واخد بضاعته. يبقى اداله 800 دينار من اجل ان يستلمهم بعد سنه، كان دينار 1000 دينار. وتبقى الشغلة البيع والشراء اتعملت ايه؟ حيولة على ثاني الضعف. على مين؟ على مين؟ حق على ربنا؟ ولا بيضحكوا على انفسهم؟ على انفسهم. من اجل ذلك، من اجل ذلك كان هذا البيع حراما. وحصلت بيعة بالشكل ده في حديث مع السيدة عائشة لزوجة وزوجة زيد بن أرقم. فالسيدة عائشة قالت لامرأة زيد أو لأم ولدي أخبري زيدا أن جهاده قد بطل. جهاد اللي جهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ضاع، لأنه باع الباعة دي، اشترى بضاعة كذا وسلمها بالطريقة اللي أنا بقولها لكم. كلهم قالوا حرام. الشافعي هو الوحيد الذي قال ليس حراما. قال ليه؟ قال لأن الحديث لم يصح تبين. الجمهور رد عليه قال نفرض الحديث لم يصح، لكن هذه حيلة على الربا، وأنت تعرف أن كل حيلة توصل إلى حرام فهي حرام. ولذلك الفقهاء نزلوا كد على الشافعي. وحد منكم يكونون شافعي؟ اوعى لأحسن الجماعة الشافعية بيزعلوا بسرعة. طيب أيصلحهم بقى عمك الشافعي بعدين. إذا بقى عرفنا البيع بالعينة هو ده بقى، البيع بالعينة هو هذا. والرسول عليه السلام أخبر إذا تبايعتم بالعينة
واتبعتم أذناب البصر وتركتم الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليكم بلاء معنى الحديث فلا يرفعه حتى تراجعوا دينكم عفى الله عنا جميعا. وانتهت أنواع البيوع اللي أنا كنت أتكلم فيها العلاج والله عشرة وكفاية بقى يعني الوصل كفاية جدا. فالحقيقة السؤال الأول أنا شخصياً مسألة بس من الأخ عايز إيه لأن الأخ بيقول هل الجائز يدفع الزكاة المفروض؟ هو الزكاة أصلا بتدفع إذا كان الزكاة زكاة مال بتدفع من المال مفروض يعني. فإذا كان أنت بتسأل عن زكاة الفطر، زكاة الفطر إحنا عارفين بتطلعها من الزرع من الرز أو الزبيب أو البر أو الدقيق والكلام زكاة، والأحرص إن إحنا نطلعها واحد من دول، كونك تطلعها فلوس جائز عند بعض الفقهاء وله دليل قوي. جائز عند بعض الفقهاء وهم الأحناف ودليله قوي. واحد بيسأل بيقول قل لنا تفسير نلجأ إليه لمعرفة أسرار القرآن ومعانيه. هو الحقيقة يعني التفسير اللي يجيب صورة كاملة واضحة وبتناسب العصر يمكن عالي شوية في المعنى هو جلال القرآن. التفسير الأساسي وسهل وبسيط وجميل جدا التفسير الواضح، التفسير الواضح للشيخ حجازي. مع الأسف هذا التفسير كنا جبنا منه عدة نسخ ويعني الحصول عليه صعب. فإذا لم تستطع فهناك تفسير ابن كثير، تفسير قيم وفيه أحكام كثيرة، وبعدين بيعرض القصة وأسباب النزول ما بيخل. صحيح بيطول شوية لكن ممتع كمان. ما تقدر تقول ان اسرائيليات بالمعنى اللي معروفة، هذا هو في احاديث ضعيفة صحيح، في بعض قصص احنا قلنا ان الاسرائيليات الممنوعة اللي لا تتفق مع شرعنا، فاذا كان يجوز هذا كما قال الحديث حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، فما يبقاش نقول في اسرائيليات بالشكل العام لان دي بتبقى اسوء بالطبع. الاخر بيسأل هل قراءة القرآن الكريم وقراءة شرحه لها نفس الثواب؟ شوف يا ابني انا الحقيقة قراءة القرآن لها ثواب اللي هو الحرف بحسنة او بعشر حسنات على سن الحديث الوارد في هذا. شرح القرآن